السلام عليكم. ماجي خرام اللي بتهاجم الإسلام دوما في بثتها، وكل ما يحصل حاجة للمسلمين تطلع تشمت فيها. لقيت لها فيديو بتتكلم على زلزال المغرب وعلى الفيضان اللي حصل في ليبيا، وسبحان الله هي بنفسها اعترفت ان محدش باقي ومحدش مخلد، والموت او ما الى ذلك داير على كل البشرية. ده حتى الرب بتاعها نفسه مات ويبشرون بموته. تعال بس نسمع الفيديو ده الاول وتعليق سريع، وبعد كده الرد من فيديو هي من لسانها هي على قناتها وصفحتها، حاجة اخر مسخرة عشان تعرفوا العيب مش فيهم، العيب في العقيدة. ماجي بتقول: كاتب فيها: قولوا للأم ماجي خزام، نحن المسلمين بالمغرب بعد الزلزال واستشهاد أكثر من 600 شخص. ماشي، طبعا هي الرسالة أرسلها من قبل يومين. منتظرين شماتك بموتانا ومصائبنا، كما شمتي سابقا بالطفل ريان. حصل، وعملت منتظرينك تقولي ليش حلقة في الأمر ده أنا في القناة. إله الإسلام يضربهم بالزلزال يموتهم إذا كان إله حق. منتظرينك يا ماجي. اسمع الرد بقى. طبعا اليوم الضحايا تجاوزوا 6000، فضلا عن اللي عم بيصير بليبيا، وهو أمر محزن جدا. بس اسمع، بدي أقول لك يا عماد، ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموتى حدا، لأنه كلنا بدنا نموت بالنهاية. هاي الأرض هي ما حدا فيها رح ده يبقى. كلكم بدكم تموتوا، حتى الرب بتاعكم مات وتصلون لموته. آمين بموتك يا رب نبشر. لكن كلمة مهمة قوي، اسمع كده: في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموتى حدا، لأنه بليبيا وهو أمر محزن جدا. بتقول لك ايه؟ بدي أقول لك يا عماد، ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموتى حدا، لأنه عشان تعرفوا هي بتقول بلسانها اهو: ما في عاقل على وجه الارض ممكن يشمت بموتى حدا. روحوا بنفسكم وراجعوا الفيديو في شماتتها في موت الاطفال او الطفل الفلسطيني، وشماتتها في موت الولد اللي مات في المغرب في البير اللي في المغرب، وشماتتها في كل وشماتتها في مرات عبد الله رشدي، وشماتتها في اي حد مسلم يموت او اي كارثة تحصل لبلاد المسلمين. روحوا بنفسكم شوفوا هل شمتت ام لا. دي النقطة الاولى. النقطة التانية بتقول لك ايه؟ ما في حد عاقل ممكن يشمت في موت حد. ايوة، انت اعترفت بنفسك ان انت مختلة كما الذي تعبدين. خلي بالك، مش انا اللي قلت عليها انها مختلة، مش انا اللي قلت عليها ان ما عندهاش عقل، لا، ده هي اعترفت بتقول ما في حد عنده ذرة من العقل يقدر يشمت في موتى المسلمين او في موتى غيرهم. انجيل مرقس اصحاح 3 العدد 21: يسوع ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل. هي تعبد من قيل عنه مختل، وهي اعترفت بنفسها ان المختل اللي يشمت في موتى الاخرين. على فكرة انا لسه ما ردتش ولسه ما بدأناش الرد. ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموتى حدا، لأنه انتم فعلا ما عاقلين. انت جاهز للرد الشديد؟ ده الاله بتاعكم نفسه مات. امين بموتك يا رب بس بنبشر، دي صلاة بيصلوها. انتوا جاهزين للرد الشديد؟ هي اعترفت بلسانها انهم او انها مختلة ومجنونة. وانا هجيب لك الان بقى هؤلاء القوم عندما يتكلمون بينهم وبين بعضهم هتلاقي مسخرة. انت تعرف ايه اللي حصل؟ واحد عنده البواسير بيقول لك كل الرب البواسير راحت. ايه؟ ايوه، ماجي خراء طالعة في الفيديو القادم بتقول لمتابعيها: ايوه انا عاملة ميك اب عشان الناس يتلموا كده ويشوفوها. ايوه، تعالى بينا نشوف ايه اللي هيتم. بس قبل ما نشوف ايه اللي هيتم، 3 نقط. اول حاجه، اشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في الصفحه وفعل اشعاراتها عشان يوصلك كل جديد. يا ريت مشاركه للفيديو في المجموعات وحفلات مشاهده لمن استطاع، واللي عايز يدعم القناه والصفحه البيبل والباتريون في وصف الفيديو. يلا بينا نبدا. قبل 41 سنة من اليوم باركوا لأمي، قالوا لها إجتك قنبلة موقوتة. اليوم عم بحتفل بعيد ميلادي ال 41. ايه يا ده؟ حبيبي هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو امنا، بيبشروا بالرب. هابي بيرثداي تو يو.
خلينا هتطلع الحلوة. ايوه كل عام بيبشروا. وانتي بألف ألف خير. عليك بألف خير يا رب، ايوه وسيدي كتار وحلوين مثل ضحكتك، ماشي حبيبي يا عم، ويطول لنا عمرك يا رب. ماشي. وحليلي يا اخي، اي انا طالع اليوم كمان بدي اشهد عمل ربنا بحياتي، طالع مرتين بحياتي. عمل ايه معاك الرب اول بتاعك؟ مره كانت من تقريبا 3 سنين بتوقع، ايوه كان معي اكزمه بدنيه، فصليت لربنا وطلبت منه باسم يسوع انه ساعدني، انه نسيت الموضوع تقريبا، وبلشت الاعراض تخف شوي شوي ايه لحتى انتهت على الاخر. يعني هلا ايه نشكر ربنا ما في لا حكي ولا سيلان بالاذنين اطلاقا. يعني كان بيسيل، المره الثانيه وتربنا هو الواد نفس الواد ده كان بيسيل من الاذنين وكان بيسيل من تحت. انا عارف انت مستعجل، اصبر اصبر اصبر. شفاني فيها هي يوم المناولي على راس السنه تناولتينا باسم الرب يسوع، كان معي بواسير، فطلبت مني انه نصلي من شان هذا الموضوع، وصليت لي يوم المناولي وتناولنا جسد الرب تناولت جسد الرب وايه اللي حصل؟ ونشكر ربنا. بعد فتره صغيره كثير يعني كان عندي موعد عند الدكتور، وحكيت للدكتور انه ما في بواسير، راحت فنشكر ربنا على راحت تعامله وعلى شفائه لألم. أغاطي. هو كل الرب، كل الرب، هو الواد بيعترف كمان انه كل الرب، ما اجي اقرا اكلته الرب. فهو لما دخل بقى الحمام ام ظالة الرب بتاعه ده، نزل الرب شفاله البواسير. هو بينزل منين؟ هينزل من فتحة البواسير، فنزل ربهم من مكان البواسير فشفاله البواسير. المرة الثانية وقت ربنا شفاني فيها أيوة. هي يوم المناولي على راس السنة تناولتينا باسم الرب يسوع، كان معي بواسير، فطلبت مني انه نصلي من شان هذا الموضوع، وصليت لي يوم المناولي وتناولنا جسد الرب اتناول جسد الرب وقامت مصلياله على خرم البواسير وكل الرب قام خف. يا نهار ابوك اسود، انت زهقتني وكانت المتوفي. لو انا مين هتفحوا بالسم ما دوتوا؟ امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ ده منبه منبه من نبه والنبي. امال المرحله المره الثانيه وقت ربنا شفاني فيها هي يوم المناولي على راس السنه تناولتينا باسم الرب يسوع، كان الرب معي كله بواسير، فطلبت مني انه نصلي من شان هذا الموضوع، وصليت لي يوم المناولي وتناولنا جسد الرب ونشكر ربنا. بعد فترة صغيرة كتير يعني بعد ما دخل الحمام زلطه أم فك البواسير على طول. كان عندي موعد عند الدكتور، وكد الدكتور انه ما في بواسير، خلاص. فنشكر ربنا على تعامله وعلى شفائه لألم وعلى اكله. ما خلاص، ما انت اكلت الرب. لا على فكره ماجي خراق ضحكت عليك، انت قلت لها عملت لك سندوتش حطيت لك فيه مرهم بواسير، فانت اكلته على ما نزل للمكان عليك كل حاجه في السكه. عشان نبقى اصل بقى يعني مش كده ولا ايه؟ انتوا اكلتوا الرب يا هلا، وقعدنا احنا بقى كده من غير رب، اكلتوا الرب يا ابنة بتجنني، مو معقوله. نشكر ربنا عليك، يعني جد شو الجمال اللي بيحكي عنه. يخرب بيت ابوك، حاطه ميك اب عايزه تلم الشمامين والصيع والسفل الموجودين على السوشيال ميديا. ما هو غالبيه السوشيال ميديا ايه؟ داخلين يتفرجوا على البت دي ليه؟ عشان حاطه ميك اب. المفروض دي بتدعو لدين ولا بتدعو لدعاره؟ انت خدت لي بالك؟ انا رد الله، ايه علاقه ده موضوع ليبيا وموضوع المغرب؟ اسال الله ان يفك اسرهم وان يصرف الكرب عنهم يا رب العالمين. بس انت خدت بالك من الرد هيبقى ازاي عندي؟ انا بعمل ايه؟ انا عايزك لما نيجي نضحك عليهم وعلى مسخره عقيمتهم، ما هو العيب مش فيهم، العيب في العقيده بتاعتهم، لازم نخليه لك هو بلسانه يعترف وهو بلسانه يتكلم عن النقطة. ولما اجي ارد انا مش هرد عليه لا اسلاميا، لانه هو مش مؤمن اصلا بالاسلام اللي انا هرد عليه بيه، فانا برد عليه مما يعتقد هو. شفت العقيدة الفاضية الفارغة اللي هي بتعتقم بيها، بتدعو اليها بايه؟ حط ميك اب. اسمع ابنة بتجنني، مو معقولة. نشكر ربنا عليك، يعني طب لها يا بت اللي بيحكي عنه ومدري شو. لا حبيبي، حط ميك اب وقلبت عملت زي العرسة. باسم الرب يسوع المسيح، شو هذا؟ دايما اللي بيحكي عنه ومدري شو. عرسة حبيبي هي جمال من عرسة وحط ميك اب. يا ترى فراس الديوث، جوزك الديوث اللي اسمه فراس ايضا اللي بيساعدك في هجومك على الاسلام، يا ترى الديوث اللي قاعد ورا الكاميرا فرحان فيكي وانت حاطه ميك اب وطالعه للشباب وطالعه؟ والله يا اخوه انتوا عارفين الشباب، الشباب الحيحان ده تلاقيه كده عندها في القناه ولا في الصفحه قاعدين عايزين يتفرجوا على الميك اب. طب يا اخوه شفتوا الدجل والدروشه في اللي قادم ده؟
واحدة كانت قرعة أو شعرها بيتقصف. شعرها بيتقصف يا أخويا. فقالت لك أما أخش كنيسة مين؟ ماجي خراء وصلي معاها عشان شعرها يطول. يا بت أنت فاكرة نفسك دخلك كوافرة يا بت؟ أنت دخلك كوافرة يخرب بيتك. إيه العقيمة المسخرة دي؟ لا أنا عارف أنت وأنا سامعك حاسس بيك كده أن أنت بتقول إيه اللي بيقوله ده. تفضل يا سيدي تفضل. عايزة شعرها تطول؟ أيوة تخش كنيسة الرب تعملك إخراء. بدي أشهد شغلة. أشهدي. بدي أرجيك. الباروكة الأولى. وحدة. الثانية. هو إكستنشن ما بزن مبينين. الثانية. الثالثة. كانوا الإكستنشن هو ما بزن مبينين كانوا ما ينشيلوا من شعراتي. أنا شعري كان ما يطول. أيوة. صدق أنا أمنا أنا بتطلع كنيسة. لا 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 شفتي ماجي خراء يا حبيبتي شعرها ما بتقول يا حبيبتي كانت قرعة يعني. ها وبعدين هو الإكستنشن ما بزن مبينين. اثنين كانوا الإكستنشن هو ما بزن مبينين كانوا ما ينشيلوا من شعراتي. أنا شعري كان ما يطول. أيوة يا حبيبتي. صدق أمنا أنا بتذكر فتعة كنيسة الرب مرة طلعت مايك لايف شعراتي لهون بس ما كانوا يطولوا فكان ركب كويكيز كانوا كنت يضلوا ملازقين مش عارف اتحمم فيهم يعني ما كنت شيلهم ابدا من راسي. ونشكر ربنا انا شعري طويل بكنيسة الرب. هيدي كنيسة الفلك الاخير اللي عم ترد نفوس. هاي ايه يخرب بيت ابوكم ايه ده ايه هو ده رب عندكم ولا كوافر يا بنت؟ انت فاكره الاله بتاعك ده صبار يخرب بيت؟ انت فاكره صبار يا بنت؟ يا بنت انت فاكره الاله بتاعك ده كوس خروع؟ يخرب بيت ابو البانجو اللي بتشربوه. بتقول لك خليها تخش كنيسة الرب. طلعت معاها اتصال واحد عم شعرها طلع. الله المستعان. امال لو الرب كان عمل فيكي 6-7 ساعات كان ايه اللي طلع لك؟ كان ايه اللي طلع لك؟ يخرب انت عارفين فكرتني بمين دي؟ كان في واحده برضو عندها مش عارف جوزها ولا ايه كده. استنوا بس علي استنوا انتوا هتشوفوا عجب في البث ده. شفتوا العقيده؟ شايفين العقيده؟ هراء زباله ورايحين يهاجموا بها الاسلام ولا يهاجموا بها بعض المصائب التي تحصل للمسلمين اللي عادي جدا. كل مصيبه عند المسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صابرا فكان خيرا له ولا يكون ذلك الا للمؤمن. ومعنا احد عبيد ماجي خراء. البت قالت لماجي خراء ان هي عايزة العشرة سنتي تشال فتشال العشرة سنتي. اسمعوا فعلا انا بس ناولت طلب من الام يا جماعة كلمة اتناولت دي يعني اكلت الرب. عشان بس نشيل القصة كلها وانا شغلت لكم قبل كده دليل اكل الرب في كلام ماجي في التناول. تناولت يعني كلت الرب. فعلا انا بس ناولت طلب من الام خزام انه انشفى هالعشرة سنتي بشهر واحد اختفى راح. ايه بنت اللي اختفى راح؟ ايه العشرة سنتي اللي اختفى راح؟ انا بس نولد طلب من الام كخزام ايه ده انشفى هالعشرة سنتي بشهر واحد اختفى راح. راح فين؟ واخدت بالكم من الكلمة اللي قالتها في الاول؟ بتقول لك طلبت من ماجي خراء ان هي تنشفى. يخرب بيت اهلك يا بنت. تطلبي من الله يا بنت تطلبي من الله انه يشفيكي. تطلبي من بشر ليه؟ على فكره طبعا البنت دي محششه احد المحششات اللي دفع لهم ماجي خرام علشان خاطر يطلعوا يفبركوا قصص وبتاع كده. زي ما بتدفع لاداره الفيسبوك. خدي بقى بتدفع لاداره الفيسبوك او بتدفع لبرامج مدفوعه عشان تزود عندها اللايك. ايه ايوه تزود عندها التفاعل. وده احد التسجيلات المسربة من مجموعة ماجي خرام الخاصة. ايه جابوا منين التسجيل؟ احد اتباع ماجي كانت عاملهم في مجموعة خاصة فنقل لنا بعد ما تركها وقال ان الولية دي ضالة مضللة ولا هي مسيحية ولا هي مسلمة ولا هي مش عارف مين. مع ان انا بقولك هي مسيحية بس هي من القسم الثاني في المسيحية. اسمعوا التسجيل المسرب بتقول ايه. لقط في راس قصة عم يشتغلوا عليها بس البرنامج يمكن نحن ما بنعرفه لحتى يبلشوا يدوروا عليه بطرس وإيليا ويعقوب. شكله في برنامج بيشتري لهم لايكات. في برنامج بيشتري لهم أضحكني وأغضبني لأنه هلأ مثلا يعني مو بس إنه لايك عم يشتروا لأنه مثلا عند فراس هلأ لما فتنا الأضحكني والأغضبني كلهم شغلات تشاينيز ناس ما بيحكوا أصلا عربي فمبينين مشترينهم. بتقول لك إن أضحكني وأغضبني اللي بيطلعوا على البوستات بتاعتها بتبقى ناس صينيين وهنود ومش عارف إيه مش عرب أصلا.
انا بقول للاخوه المسلمين والمسلمات عايزين تعرفوا ان البت دي عابده اللايك، عابده اللايك وبتشتغل اصلا لللايك. خشوا، انا قاعد مكاني وطالب منكم انتوا اختبار. الناس اللي متابعاها كويس على الفيسبوك بالاخص، شوف اضغط على كلمة او اضغط على الاعجابات وشوف بنفسك بالاخص القلب، القلب القلوب اللي بيضعوا على البوست قلوب، شوف كده مين الاسماء دي. هتلاقي اسماء هندية واسماء صينية واسماء بنجلاديش واسماء مش عارف مين، وهتلاقي فيها اسلامية. المسلمين اللي فيها ما حطوش لايك ولا حطوا قلب. اللهم الايه، البرامج المدفوعة بيعملوا برنامج او موقع بيعمل مدفوع، مثلا المدفوع بتاعه بعشرة دولار، مثلا عشرة دولار ده يديك الف لايك او الف اللي انت عايزه، قلب او ها او ما الى ذلك. ايه اللي بيحصل؟ بيقوم بتروح تدفع فلوس للموقع والموقع بيحط لها على البوست قلوب، هي اللي بتعمل كده. وتيجي تقول لك مش عارف مين، خش بنفسك وشوف كم اسم هندي وكم اسم صيني وكم اسم بنجلاديش ولغة ما بيتكلموش لعربي ولا انجليزي، وشوف بنفسك. فهي تتهم الاخرين بما تفعل، كلبة لايكات. اسمع كده، مجموعين بس يقولوا لكم حطوا له لايكات لهذا البغل اللي قاعد لانه طعمانا. اشتركوا بقناته لكلب اللايكات، اشتركوا بقناته وحطوا له لايك وسبسكرايب. شوفوا بقى بنفسكم مين كلب اللايك لما تروحوا ترجعوا كل اللايكات اللي عندها، وخصوصا علامة القلب، وتشوفوا كم اسم صيني وكم اسم هندي وكم حساب صاحبه مش عربي ولا اجنبي ولا انجليزي ولا بيتكلم عربي ولا انجليزي، بيتكلم مثلا هندي او صيني، الشاهد مش هيفهم هي بتقول ايه وحاطط قلب. طب على ايه ده؟ ده برنامج يا فندم، تدفع فلوس للبرنامج والبرنامج بيحط لها قلوب ويحط لها تفاعلات. مبينين مشترينهم مشترى هدول، بس شو الطريقة للواحد يشتري القلب؟ يعني يشتري مو لايكات، يشتري قلب، يشتري تحديد الايموجي، هاي غريبة كتير. اذا فيكم تشوفوا لي شو القصة. شفتوا انا ركزت معاكم بالقلب ليه؟ لان هي كانت طلبة القلب. واضح واضح. شفت ماجي اخراء طلعة بتقول لي عبد الله رشدي، يا عبد الله رشدي اللي الناس اللي تفاعلوا معاك على الفيسبوك واليوتيوب يعني الف جنازة مرتك كان 30 واحد بس، ما يبقى 30 واحد ولا يبقى 5؟ ايه المضر في كده؟ بتقول لك يعني ان اللي كانوا على الفيسبوك بيعملوا لعبد الله رشدي مثلا تفاعل على المنشورات بتاعته؟ ايوه وهميين. جنازة مرتك انكم بتدفعوا فلوس تشتروا ناس فيسبوكيين من الصين والهند احنا يحطوا لك لايكات ويعملوا لك شيرز، وهمي. ليه؟ لانه جنازة مرتك ما فيها اكثر من 30 شخص، 30 شخص يعني مثل اي عائلة صغيرة بمصر. أيوة. رايحين يعزوا فيك، وين هالملايين اللي عزوا فيك؟ كل وهمي افتراضي، شيخ وهمي شوف افتراضي فيسبوكي فقط. تعال شوف الخبل. الفترة اللي ماتت فيها مرات عبد الله رشدي دي كانت فترة كورونا، واصلا معروف ان فترة كورونا ما كانش فيه تجمعات وما بيبقاش فيه تجمعات، وعارفين كده في الغالب يعني. طيب عبد الله رشدي لما نعى زوجته او وضع عن وفاة زوجته للناس تترحم عليها وما الى ذلك، فالناس كتيرة تفاعلوا معاه وتفاعلوا مع المنشور ودعوا لها بالرحمة. ماجي اخراء بقى بتقول لك ازاي كل الالوف اللي على الفيسبوك واليوتيوب بدول تفاعلوا بينما في الحقيقة كان 30 واحد. هنفترض جدلا ان كان على الحقيقة في دفنها 30 واحد، يعني ايه المضر في كده؟ هل معناه ان هو بيشتري لايكات زي ما بتشتري وبيشتري تفاعل زي ما بتشتري؟ في حد عاقل يقول هذا الكلام؟ ما كل البشرية في الوقت بتاع كورونا معروف ان ممنوع فيه التجمعات وما الى ذلك. بل انا محمد نصيف نفسي لما وضعت منشور لوفاة اختي، اسأل الله ان يرحمها وتجاوز عنها يا رب العالمين، خش بنفسك شوف المنشور بتاع وفاة اختي، اقسم بالله العظيم ما اشتريت تفاعل واحد، بينما اللي دفنوا اختي ما يتخطوش المية. ففين يعني العقل يا جماعة؟ العقل ايه الدليل ان هو بيشتري لايكات؟ بيقولك قال اللي حضروا الجنازة تعدادهم صغير، ما يكون تعدادهم صغير، ايه المشكلة؟ هو انت فاكرة ان احنا بنفعل زيك؟ هو انت فاكرة يعني ان احنا بنعمل زي ما انتوا بتعملوا؟ مثلا عند فراس هلا لما فتنا اضحكني والاغضبني كلهم شغلات تشاينيز، ناس ما بيحكوا اصلا عربي، فمبينين مشترينهم مشترى هدول. بس شو الطريقه للواحد يشتري القلب؟ يعني يشتري مين؟ عايز تشتري القلب، يشتري تحديد الايموجي، هاي غريبه كتير. اذا فيكم تشوفوا لي شو القصه. بتقول لجوزها فراس شوفوا لي القصه ايه عشان نشتري قلوب.
وفي الختام ماجي خرام بتكشف بتختم هذه الحلقة بهذه الشحتفة. اوعى كده يا شعري. ايوه اوعى عشان اعرف اعيط قدام الناس ويشوفوني وانا بعيط. شوفني وانا بعيط بقى. انزلي بقى يا دمعة بقى. انزلي بقى. والله انا شفت الموقف ده. تعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ لا يا شيخة. لا يا لا 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 عيط عيط. شفتني وانا بعيط. عيط عيط. ايوه باي 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 عشان في دمعة نازلة. فعشان هي نازلة ممكن تخرج. عايزة تستعجل في الخروج. ايوه والله قعدت اعيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا اعيط. والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عايض. هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا عايض. وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عايض. وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايض. ايوه عيطي عيطي. قبل 41 سنه من اليوم أيوة. باركوا لامي علولا اجتك قنبله موقوته. جاتك قنبله مهروسه. قنبله مهروسه. قنبله ما بيقولوا ايه دي قنبله كوميديا. انا بقول لكم بالله العظيم لولا تطاولهم على الاسلام والله ما كانش زماننا بنعمل عليهم دلوقتي افلام مسلسلات كوميدي. مسلسلات كوميدي. والعيب مش فيهم, العيب في العقيده, العيب في العقيمه بتاعتهم. شوفوا الرد النهاردة المفروض كان عن موضوع المغرب وليبيا. نسأل الله أن يعين أهلها يا رب العالمين. إلا أن كل واحد له طريقة في الرد على المتطاولين على الإسلام. بلسانهم هم جعلناهم مسخرة ومضحكة للعيان. مين دي؟ دي مؤسسة كنيسة المفروض. دي الوجه الثاني للمسيحية. أنا كنت قلت لكم أن في وجهين. أيوة في وجه أول اللي هو بينا محترمين يعني مثلا, ويعني نتمنى أن الكل يبقى زيهم يعني. مثلا الأنبا بشوي, الأنبا رفائيل, ناس في نفسهم وبيشرحوا كتابهم للناس وعقيدتهم, ما بيغمزوش ويلمزوش, ما بيطعنوش في الإسلام. كنا نتمنى أن كلهم يبقوا كده. ده القسم الأول أو الشق الأول. الشق الثاني بيكونوا وسطنا محترمين ثم يذهبون إلى أوروبا ولا أمريكا ويبدأوا يشتموا في الإسلام. زي مين؟ زي ماجي خرام, زي زكريا بطرس. ده الوجه التاني للمسيحية. زي رشيد, زي وحيد, زي غير وغير وغير, زي الحشاش اللي اسمه سعيد أبو مصطفى وغير 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 وغير. ده الوجه التاني. ده الوجه الخبيث اللي بيكون وسطنا محترم ولما يخرج بره يبدأ يسب فينا ويغلط في إسلامنا ويغلط في إيماننا. الرد عليه ما ينفعش يبقى بالراحة. المتطاول على الإسلام ما ينفعش يبقى بالراحة. ربنا بيقول في القرآن كده, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. طيب المحترم, المحترم له منا كل الاحترام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط. لكن قليل الأدب يرد عليه بما يردعه, بما يوجعه, بما يؤلمه, بما يوقفه عند حده. والله المستعان. في الختام ليصلك كل جديد وتكون سعيد. اعمل ما في الفيديو القادم. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو ياريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركه على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات اول باول في اليوتيوب والفيسبوك, لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب اشتراك, بعد كده تفعيل الجرس للكل, وكذلك في التليفونات نفس النظام, شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو. في الفيسبوك تعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مره تانية, بيطلع لك القائمه دي خليها المفضله, وبعد كده المحتوى خليه قياسي, الفيديو كل الاشعارات,
فيديو بث مباشر كل الاشعارات بعد كده تحديث كده الغالبيه العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديده بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناه والصفحه ادي بيبل من هنا والباتريون من هنا وفي الفيسبوك نفس النظام وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناه والصفحه. تليجرام محمد نصيب المحاور وانستجرام محمد نصيب برضه المحاور وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم غفر الله لنا.